اكو وعي. ايش قد نسبهم مثلا يعني تنطيهم؟ يعني اكو الجرحى من اثناء الخدمه ومن جراها. نعم. واكو اثناء الخدمه وليس من جراها. يعني هسه احنا بعض الاحيان مثلا جندي يصعد على البرج بالوحده مالته وقع. انقلب من البرج مات. اثناء الخدمه. هذا ما يعتبر شهيد. ليش؟ يقول لك اثناء الخدمه نعم بس مو من جراها. شنو جراها؟ انه بالقتال ويا العدو انت تستشهد. سياره تمشي تطق عليك عبوه وتستشهد. بوكان ضرب قناص بعمليه عسكريه وصار مصادمه. يعني هذا يعتبره حادث عرضي. مو اي يعتبر حرة. اكو ناس مثلا ينزل ما عنده شيء، نزل اجازه بالطريق انقلب بالسياره ومات. هاي حقيقه. مثل العائله شفناها. اي يعني عندهم قضيتين مش شابه. مش شابه. هذا ما يعتبروا من خدمه مجراه، ليش؟ اذا يعتبر من خدمه مجراه ياخذ حقوق تقاعديه كامله. حقوق شهيد. نعم. فاكو شغل عليه. يعني انا حقيقه ويا السيد رئيس اركان الجيش حتى كان يعني حكى قال انه انا جندي عندي ووقع بالبرج. بالسياره وانقلب، مرات صعد على السياره وانقلب. وقع على راسه ومات، ليش ما اعتبره شهيد انا؟ هو بالواجب موجود بالوحده مالته. اكو شغل عليه هذا الموضوع، لان هذه ارجع واقول لك موضوع تشريع القانون. هو تشريع القانون هي اي قانون تريدين تغيري لازم بقانون جديد. وهذا الشيء يحتاج تشريع ثم تنفيذ. زين هو يعني هو هاي النقطه، احنا الجندي الضابط الغيرها واقف على البرج وهو اثناء الخدمه وقع، نعتبره حادث عرضي، بس ايضا لازم اكو انصاف لهم. وش يعتبر؟ يعتبر من الخدمه لكن ليس من جراها. يعني هو بالخدمه لكن ما صار صدام ويا العدو مثلا. هذا احنا نريد نعالجه حقيقه. اكو شغل به برئاسه اركان الجيش في موضوع يعني حقيقه هواي ناس ياخذ حقوق تقاعديه، مو ما ياخذ لكن ما ياخذ حقوق تقاعديه 100% مال الخدمه والجراحه. وحتى بالنسبه للجرحى، الجرحى اليوم ايضا نسبه عجزهم اكثر من 50%. أكو يعني مستمرين بالخدمه سياده اللواء الى حد الان، لكن ايضا يطالبون يعني بالجمع بين الراتبين اسوه بالداخليه. يعني هذا متعرفين الداخليه عندها قانون والقانون مقر مال الداخليه، احنا قانون الدفاتره لحد الان مو مقر. ما مقر. يحتاج لنا شغل على موضوع نعم القوانين، واعتقد الدائره القانونيه حقيقه قطعت شوط كبير بخصوص كل القوانين اللي تخص وزاره الدفاع. نتمنى قادم الايام بما انه سيد معالي وزير الدفاع هو ايضا كان عضو برلمان ورئيس لجنه النزاهه، نعم. وتعرفين علاقته بالبرلمان العراقي الموقر علاقه طيبه، واكو شغل في موضوع انه اقرار قانون وزاره الدفاع، طبعا نعم. مو فقط وزاره الدفاع، هوايه وزارات يمكن قانونها لحد الان ما مقر 100%.